السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم. شكرا بزاف بزاف على المساجات ديالكم، الناس اللي عزاوني في الانستغرام فيسبوك، الناس اللي الواتساب حتى هما، شكرا بزاف. كنتو عارفين بانني غادي ننزل المغرب على قبل واحد جده مسكينه وكانت عيانه، الله يرحمها مسكينه. كنت باغي نهبط للمغرب انا وخويا، كنا اتفقنا انا وخويا اللي كاين في السويد باش نهبطوا لتما للمغرب، وبطبيعة الحال غادي نجيب معايا المدام ونجيب بنتي وحتى هو كذلك. وكيف عارفين بان حبسونا هنايا بان على حساب الحجر الصحي اللي كاين دابا حاليا، حنا ما عندناش في المنطقه اللي فيها انايا، وانما منين كنركب المطار اللي كنركب منه كاين في انجلاند، بالضبط في لندن، تما دايرين لهم الحجر تما ما قدرناش نمشيو. كنت معول باش نمشي نهار 8 في هذا الشهر هذا، وقلنا الا تعطلوا علينا ما جابوش لنا داك التاس، كنا غادي نديرو داك التاس ديال كورونا الخوت، ولا عطلوا علينا داك الريزلت كنا غادي نمشيو نهار 15. يعني في كلا الحالتين كنت غادي نشوف جده مسكينه الله يرحمها، حيت هي ماتت 16. يعني ولو كنت ما جيتش نهار 8 وجيت نهار 15، على الاقل كنت غادي نشوفها كنت غادي نشوفها غير نهار، ولو غير نهار مسكينه. وواحد السيده اللي درويشه بزاف بزاف، وهي اللي بقات التراث ديال العائله الخوت، هي الوحيده اللي بقات عندنا يعني من الناس القدام، وهي اللي كانت جا معنا وداك الشيء، و كنقول جا مع الشمل ساعه ما كتبش باش نمشي. وخويا الصغير غادي يمشي اليوم، غادي اليوم ان شاء الله، ودار معايا باش نمشي انا. قلت صافي بلا ما غادي ندي معايا المدام، فكرت بانني غادي نمشي على راسي، كنت باغي نمشي الغد ليه، غدا كنت باغي نقطع على حساب البي، وكنت غادي نمشي نجيب كونترول ديال ندير داك فيزيتا على قبل كورونا باش يدير لي التيست. كنت غادي نخلصو زيد، يعني كيف كنقولو زيد الماء زيد الدقيق، كنت غادي نخلص بالزيد باش يعطوني نفس النهار، ما نتسناش على يومين ولا على يعني الغد ليه، بحال اللي دوزت اليوم يعطوني الغد ليه. لا كنت باغي نخلص يعني شويه زيد باش يعطوني نفس النهار. الساعة ملي المشكل فين عندي، بغيت ناخد هذا طيارة من هنايا فين كاين انايا، كاين واحد المطار حدانا هنايا في كارديف، واحد المطار قريب ليا تقريبا بشي 22 دقيقة. بغيت نشوف واش كاينه شي رحلة من هنايا للمغرب، يقدر يديروا لي شي ليسكاف شي دولة اخرى ولا شي حاجة. لقيت طيارة ما كاينش نهائيا. قلت حقا نمشي لواحد الدولة اخرى، الدولة الاخرى اللي هي اسكتلندا، قريبه لينا يعني قريبه بزاف بزاف، الى طوموبيل بغيت نمشي لها تقريبا واحد 10 سوايع، يعني كدولة هي قريبه لينا اسكتلندا. ملي دخلت درت المطار لقيت بزاز التاريخ هذا، ولقيت هذا هو الوقت اللي حاطين لينا 58 ساعه باش نوصل تما، ثلاثة طيارات، واقل وقت هو 27 ساعه حتى هو ثلاثة الطيارات، وغادي نبدل المطار، يعني كنت غادي نبدل المطار فيها ريسك او تاني المطار اخر، ثلاثة الطيارات غادي نشد، يعني 27 ساعة مقيدين هنا على الاقل. خصني ناخذ انا يعني الوقت ديالي باش نمشي للمطار، وخصني نمشي قبل المطار قبل الرحلة بشي جوج سوايع ولا شي حاجة، على الاقل تولي لي تقريبا واحد 33 ساعة، يعني نهار فايت نهار ونص. ما مكتبش الخوت دابا، غادي نبقى هنايا ان شاء الله، ما لقيت ما ندير. عاشي مسكينه قبل ما تموت، النهار اللي تموت فيه حلمت واحد الحلمه الدار ما قلتهاش اليوم، وحق الله العظيم بحال هيئني الله سبحانه وتعالى، حلمت بها ماتت، وكنت بكين بزاف، عاشي لواحد الدرجه ما كتصورش وحق الله، وفقت لقيت راسي كنبكي اقسم بالله العظيم الخوت، النهار اللي غادي تموت فيه وفقت من النعاس كنبكي. المدام شافتني قالت لي مالك، قلت لها راه حلمت بجده مسكينه ماتت، عرفت كيبان داكشي حقيقي وحق الله العظيم. وفي ديك اللحظه وانا نقول لها واحد البلان، يعني حنا عندنا معتقدات ديالنا، في معتقدات يعني مغربيه ما عرفتش شنو الدول الاخرين عندهم الله اعلم. قلت لها بان اللي كيحلم بشي واحد راه مات راه عمره طويل، ونقول لها راه صافي راه عمره طويل ان شاء الله. والله العظيم بالليل قالوا لي الدار عيطوا لي، وقال لي راه والامانه دا امانته، عشي تسلمت وحق الله. انا حسيت بحال ربي هيئني، بكيت في هذيك اللحظه هذيك في الحلم،
وفرغت قلبي بزاف باش ما نتصدمش ديك الصدمه، حيت بقات ليا في بالي ديك الحلمه، بقات ليا في بالي النهار كامل يعني بحال تسنيتها. واخا هكاك واخا قلت لها بان راه عمرها طويل والحلمات هادشي المعتقدات ديالنا، بحال هيئني الله باش تبقى في بالي ما نتصدمش ديك الصدمه. وحيت ديما كنت كنقول ناري عندك شنو الله يحفظ تموت ونوحل هنا وما نجيش نشوفها ولا شي حاجه. شوف سبحان الله العظيم بحال ربي هيئني وما قلتهاش للدار. وحق الله العظيم داك النهار ما بغيتش نخلع، موفيق كنبكي عاد تخيلوا معايا اقسم بالله العظيم حتى كنبكي. راه شي واحد كتكون شحال من واحد جات واحد الحلمه هذه اللي كتكون بحال بصح بحال واقعه بصح بصح مع داك شي 3 الصباح 4 الصباح حلمت بهاد الحلمه هذه وفقت مع داك الليل كنبكي والله الا عاد الدموع نازلين ليا. والمدام شافت كل شيء وحق الله وهضرت على واحد الحاجه سبحان الله العظيم واحد البلان بغيت نقولوا لكم. شحال هذه هضرت على واحد القضيه على الناس مساكن اللي حارقين اللي ما عندهمش اوراق، كنت كنهيهم على هاد الحرايق وداك الشيء، كنت كنعطيهم واحد المثال كنقول لهم بحال واحد الدري هنايا راه طار لي هذا المشكل داكشي علاش دويت عليه وعاودوا ليا. مسكين حارق هنايا ووالديه ملي ماتوا البراني هو اللي مشى دفنهم ليه وقال لي انت كبروني مساكن وهادي وندمت وشحال من حاجه وهادي يعني ما يقدرش يرجع. وكنت عطيتكم انا واحد المثال ديال المود ديال جدي مسكين الله يرحمه، راجل جدانيت مات داك العام، والاخ ديالي اللي في السويد حتى عنده اوراق وداكشي جا في نفس النهار، نفس النهار جا ديك الساعه ما كانت لا كورونا لا والو، جا نفس النهار يعني. وعطيتهم مثال قلت لهم شو الفرق ما بين الواحد اللي عنده الاوراق واللي ما عندوش الاوراق، يعني في البلاصه قطع الطياره الاولى اللي بانت لي صافي قطعها جا فيها. واللي بغيت نوصل لكم انا في هذا الشيء هذا شو سبحان الله العظيم يعني واخا كنت كنهضر على داك البلان يعني الله اللي مكتاب راه مكتاب انا بوراقيه بكل شيء وما قدرتش نمشي يعني. واخا انا كنت كندوي على هاد الكلمه هادي ديال على الناس الحراقه وداكشي، ولكن راه ربي الا بغى يدير شي حاجه راه يدير. انا براقيه ولكن راه خارج الاستطاعه ديالي ما نقدرش نجي يعني شي سبحان الله العظيم يعني اللي مكتابه ليش حاجه راه مكتابه، سواء حارق سواء ما حارقش سواء اي حاجه يعني اللي مكتاب راه مكتاب. هادشي اللي بغيت نوصل انا لهاد القضيه هادي. وسبحان الله العظيم نهار مات جدي داك العام شو هادي سبحان الله العظيم واعره بزاف. ملي مات جدي ملي كنا كندفنوه مسكين واحد القبر حداه ملاصق معاه، القبر اللي حداه مكتوبه فيه الاسم ديال مراته اللي هي جده الله العظيم مكتوبه السميه ديالها. مسكينه ما سد العام وداك العام وهي هذا العام هذا وما كانوش كيتفارقوا دائما مع بعضياتهم دائما. تخيلوا بعض المرات كيكون هو عندنا في الدار جدي الله يرحمه وجدك تكون عند خالي ولا خالتي ولا شي واحد بحال هكا من العائله وما كيسكتش ما كيسكتش مسكين الله يرحمه كيبقى يداوي يجيبوا ليا فين هي علاش بعتوني عليها علاش درتوني. نهار كتجي غير كيكون هو يا عاد مسكين كتحيا فيه الروح والنشاط وواحد الضحك كيبقى بيناتنا واحد كنفوج يعني مع بعضياتنا واحد لومبيات كتكون زوينه سبحان الله العظيم ما كانوش كيتفارقوا والو والو. وهما تبارك الله فيهم بركه سبحان الله العظيم. وملي مات هي هو مسكينه بقات بوحدها مفرده كتبان مفرده بزاف داكشي علاش ما سبحان الله العظيم دغيا لحقات عليه دغيا دغيا لحقات عليه بالزربه كتبان مفرده سبحان الله. اللي كيشوفها كيقول لك مسكينه مفرده جالسه غير بوحدها وداكشي هو اللي كان يعني معاها وكان كيبغوا بعضياتهم بزاف سبحان الله. والبركه الاخرى هي هذه اللي مشات لنا دابا يعني هذيك البركه اللي كانت اللي كنشوفوا دوك الناس القدام راكم عارفين دوك الناس القدام اللي كيكونوا غير على الجيل دابا ديال حاليا كيكونوا غير حتى على والدينا كاع. مسكينه كانت تشوفني انا جاي من المدرسه بدات تغني تغني عليا بسميتي، تشوف خويا جاي طالع تغني عليه، تشوف ولد خالتي حتى هو جاي تغني عليه. يعني دائما ديك الاغنيه ديال الاسماء داكشي الناس ديال العروبيه اللي شحال هذه دوك الناس ديال الباديه لواحد الاغنيه زوينه كيكون عندهم هي كتغني وخاصك ترد عليها يتغنوا وتترد عليها بهذاك الكلام اللي كيغنيو. ومسكينه ديما ديما على النشاط عزيز على النشاط وعزيزين عليها حنايا كاملين لا انا لا ولاد خالاتي لا كلشي. الله يرحمها مسكينه في هذا النهار هذا الله يرحمها يعني هذيك البركه اللي كانت وجامع الشمال داكشي راه مشات هي الاخر اللي بقات. حيت انا راه والدين الوالد ديالي راه عمرنا شفناهم ماتوا لي هو راه صغير عنده شي 5 سنين وكاك. الاب ديالو راه مات ليه ما كيعقلش عليه عنده تقريبا شي عامين والام ديالو مات هو عنده مع شي 5 سنين ولا 6 سنين يعني حنا ما شفناهمش اصلا. الوالد كبر اليتيم هو اللي مساكن بقاو عندنا كنا كناخذوا منو داك البركه دابا راه مشات مشات مسكينه حتى جده اللي حكات على جدي بالسربه واش عيط عليها ما عرفش. حنا عندنا واحد المعتقدات كنقولوا راه الا كان شي واحد كيبغي شي واحد راه كيعيط عليه ما كيخليش العلم لله. وهذيك القضيه ديال المعتقدات اللي كنا كنقولوا الواحد الا حلم شي واحد راه مات راه عمر طويل انا كنظن غير هضره هذيك غير
هضره دارت في البلاد عندنا وصافي، وما عرفت الله اعلم لحقاش. يعني انا من خلالي انا ما مصدقش هذه القضيه هذه، وعاوتاني الله اعلم نقدر نقول واش ربي هيئني لهذه القضيه لحقا، شاف من حالي وانا كان يعني بالي معها بزاف 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 من خلال زعما انني في الغربه. ربي هيئني باش ما نتصدمش ديك الصدمه، يعني النهار كامل وانا كنفكر فيها بانها راه ماتت. وحق الله والله العظيم اقسم لكم يمينا الخوت، انا كنحلف لكم في هذه القضيه هذه لحقاش واحد الحلمه كانت غريبه وكتبان صحيحه، يعني بصح بصح حسيت بها وفايق كنبكي. تخيلوا الدموع، اقسم بالله الدموع. والمدام قالت لي مالك؟ قلت لها راه حلمت بجده ماتت. صافي في ديك اللحظه نقول لها لا راه صافي راه عمر طويل، حنايا راه كنقولوا اللي كيحلموا بيه راه مات راه عمر طويل. وهذا الشيء اللي كاين، يعني بقيت نهار كامل وانا مخمم في هذيك الحلمه. وملي قالوا لي الدار تصدمت صراحه، ولكن ماشي ديك الصدمه اللي كنت انا كنفكر فيها غدا تجيني واحد النهار. والله هذا ما كان الخوش. شكرا لكم على الدعاء ديالكم ليها، الله يرحمها في هذا النهار هذا. دابا كتسنايا الدعاء دابا حاليا، هادشي اللي غادي يوقف معاه ان شاء الله. الله يرحمها ويوسع عليها، ولا يرحم جدي حتى هو، ولا يرحم الجميع ان شاء الله يا ربي. هذا ما كان الخوت، شكرا لكم بزاف. وما تنساوش الدعاء، الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير. حتى الدعاء الدعاء داو معاهم، الله يجازيكم بخير، لا جدي لا جدة لا اي واحد في الدنيا هذه. شكرا لكم، السلام عليكم.